الذي يبحث عن بداية كرة الله غاب ليعود ويسجل برأسه للزعيم بغداد بنجاح عاد لممارسة هوايته المفضلة التي يصفق لها كل سداوي كل عاشق للزعيم الله على العرضية وعلى الارتقاء في مرمى السد بغداد بغداد بنجاح الله الله هو يعشق هذا المرمى فمن بوابة الشحنية كان قد عاد لرقم كليمنسون المسجل ب 28 هدف وبالتالي هذه مباراة خاصة بالنسبة له يستمتع بها السداوي الصغير والسداوي الكبير بغداد بنجاح يسجل الهدف الثاني في المباراة ويبدو بأنها ليلة عودته إلى الأهداف عودته إلى غز الشباك لحسن حسن عند القدرة أن يخترق وعند القدرة أن يمرر وعند القدرة يا الله هاتريك بغداد بنجاح هاتريك بغداد بنجاح في هذه المباراة ثلاثية لقد ماذا عساه أن يفعل شوف هذه النقلة وشوف هذه التمريرة وشوف التحرك من بغداد التمركز من بغداد قبل ذلك والهيدوس فاهم 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 ماذا يريد بغداد وكيف يريد أن تصل إليه الكرة وبالتالي الهدف الرابع الكرة ترسل عرضية الله لكنه مصر جد أقدام بنجاح شوف الكرة الجميلة خلف الدفاع وشوف أسهل الطرق المؤدية إلى المرمى هي قدم أو رأس بنجاح أسهل الطرق التي تتحرك بها الشباك الله يا بغداد الله يا بغداد Ferra qui a levé la tête, qui va y aller, stop! Et l'ouverture du score! Pour... C'est bien fait, bien coupé, et attention parce que ça peut faire mal, là. Il y a un vrai coup à jouer pour les hommes de Stéphane Moulin. Thierry Capel, Capel au deuxième poteau, la tête piquée de Linga, elle met la ligne en deux temps finalement, et ça fait 2-0 pour les Angevins.